كي جي صباح الخير. هنتكلم النهاردة على حرف الحاء. حرف الحاء عندي اهو شكله كده في اخر الكلمة وكده في اول الكلمة. بشوف الحاء فين؟ في كلمة ايه؟ حصان. بشوفه في كلمة ايه؟ تفاح في اخر الكلمة. يبقى انا عندي هنا حاء في اخر الكلمة دي في اخر الكلمة لما اقول تفاح، ولما اقول حصان بقولها في اول الكلمة. هلون ايه؟ هلون الحاء دي والحاء دي ودي ودي ودي. اتفقنا يا كيجي؟ عندي هنا هنعمل ايه؟ عندي بقرة وحمل. الحمل ده الخروف الصغير. هلون كل هلون الحمل اللي هو الخروف الصغير. عندي حرباء. حرباء دي ايه؟ حاجة صغننة كده بتمشي في الصحراء وفي الحديقة وبتتلون بنفس اللون. يعني لو مشيت في الرملة تبقى لونها أصفر، لو نزلت في الحديقة تبقى لونها أخضر. هلون كلمة حرباء. وهلون هنا الحوت. الحوت اللي هو أكبر حيوان بيعيش على وش الأرض، بيعيش في المية وهو كبير جدا، بيعيش في البحر الكبير اللي هو اسمه محيط. هلون الحوت. عندي هنا حمار، وعندي حرباء، لحم، نحلة، وعندي حب، حمل، حوت، حصان. عندي حمار هلو عندي الولد اللي بيحط ايده فوق دوت بقول حاء، يبقى هقول ايه؟ حاء. وعندي حي، وعندي حو، وعندي حاء. حمار يبقى حاء ايه؟ كسرة. يبقى انا هوصل الحاء دي بالكسرة. الحاء دي بالكسرة. هلون الحمار بنفس اللون بتاع الولد اللي حاطط ايده كده عشان يبقى لون اخضر. حرباء بالكسره يبقى هلونها باللون الاخضر. لحم دي حاء سكون عشان انا ضغط الحاء بالظبط، يبقى هلونها بايه؟ بالاحمر. نحله هلونها باللون الاحمر. حبل حاء فتحه يبقى هاجي عند الاصفر والونه بالاصفر. حمل برضو فتحة يبقى هقول ايه؟ حمل يبقى هلونه باللون الأصفر. حوت اللي قلنا بنعيش في المية يبقى هلونه باللون الأزرق. حصان هلونه باللون الأخضر عشان يبقى كل واحد على حسب الولد اللي هو عمل الحركات بتاعته. ح فتحة، كسرة، ضمة، سكون. اتفقنا يا كيجي؟ هنلون وكده يبقى احنا ايه؟ خلصنا الصفحة دي. هنا بنقول ايه؟ ده ايه؟ بلح. ده ايه؟ بلح. قلت حرف الحاء بس قلته فين؟ هقول بلح، يبقى قلته فين؟ في اخر مربع. هعمل دايره في المربع ده. بحر. بح يبقى الحاء فين؟ في النص. هعمل دايره في المربع اللي في النص. حبل. يبقى اول مربع هقول فيه ايه؟ حبل. هنزل هنا هلاقي حمل، نحلة، رمح. حمل قلنا الخروف الصغير اللي لسه مولود. هحط دايرة حوالين حرف الحاء وهلاقي الحاء هنا ايه؟ نايمة على السطر عشان لسه في أول الكلمة. نحلة اللي باخد منها العسل وبشوفها في الحديقة، هحط دايرة حوالين الحاء. رمح ده كان زمان بيصطادوا بيه الأرنب في الصحراء، بيصطادوا بيه الناس اللي هي ايه؟ مش كويسة، وحشة، اللي هما بيحاربوا بيه يعني قبل المسدسات والمدافع والمدببات. هنا هكتب كلمة ح. حرف الح. ح بكتبها اللي في آخر الكلمة اللي هي شرطة من فوق وعمل لها كرش كبير، وهنا الح اللي على السطر اللي بعمله كده سطر شرط بشد كده ونايم على السطر وعمل لها شرطة من فوق. اتفقنا يا كيجي؟ يلا يا كيجي على الصفحة اللي وراها. عندي هنا ثلاث صور، عندي حبل وعندي لحم وعندي بلح. عمو عامل لي ايه في الكتاب؟ ملخبط لي الحروف عشان يلخبطني، لكن انا شاطر فهقول ايه؟ حق حق. يبقى هحط ايه؟ الحاء الاول، حب ب ب لام. يبقى انا كده لما احط الحاء وجنبيها الب واللام يبقى كلمه ايه؟ حبل. كلمه ايه؟ حبل. حاء اشبك معاها الب واشبك معاها اللام. هنا صورة ايه؟ لحم. يبقى اولها ايه؟ لام ح.
ميم لام ح ميم لحم. عندي دي ايه؟ بلح، يبقى اولها ايه؟ وحاطط لي لام في الاول، لا ده انا بقول ب ب لام ح بلح ب لام ح. يبقى انا عندي حب لح بلح. ننزل تحت كده الاقي نفس الكلام، بس عندي حب ونح وحمل. يبقى حبل ايه اللي ناقصه؟ عمو نسي يحط حرف، ايه الحرف اللي ناقصه؟ ح اللي بينام على السطر. وعندي نح، هنا هكتب حبل فرد ايده بس عشان هو في اول الكلمه عشان يشد ايه الباء، ونحله هنا في النص يبقى فرد ايديها الاثنين، شد اللام شد اللام وشد النون. وهنا حمل نايم شد بايد واحده الميم واللام. اتفقنا يا كيجي؟ نشوف الصفحه اللي وراها. يلا الصفحه اللي وراها بقى هنتدرب وهنشوف ايه اللي وراها. يلا يا كيجي اسمع الحرف كده اللي هقوله وقول معايا ولونه. ن ل ح ن. يبقى احنا هنلون الحروف دي بس. عندي هنا لحم، ايه ده اولها ايه؟ لحم، يبقى اولها ايه؟ لام. لبن ولا حمار؟ لبن، هلون لبن. نملة، نملة. يبقى عندي كلمة نحلة وعندي كلمة حب، ايه الحرف اللي اول ما قلت؟ قلت النملة، يبقى ايه قريبة ليها؟ نحلة. شاطرين، يلا نقرأ عشان هنلون. هنا نون فتحة، هقول نا نجمة ولا نقود؟ نا نجمة، نجمة، نجمة ولا نقود؟ نجمة. عندي هنا ح ضم حو، حوت ولا حمل؟ حوت، هلون حوت. هنا لام كسرة، يبقى لسان ولا لؤلؤة؟ لسان، اللسان اللي أنا بتكلم لسان. عندي هنا هنلون، هنكتب الحرف الأولاني، هنكتب إيه الحرف الأولاني؟ يعني ده قلنا اسمه إيه؟ حوت، يبقى هكتب ح. لبن هكتب إيه؟ لام. نحلة هكتب إيه؟ نون. هنا بقى هنحط، هنشوف الكلمة فيها كم مرة زي ما عملناها كده قبل كده، على كم مرة ونقول. هنا كلمة لحم، يبقى كم مرة؟ تلات. لحم، لحم، تلاتة. واحد، لحم، تلاتة. رجل، رجل، يبقى كم واحد؟ تلاتة. فم، ف، اتنين. حبل، 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 لام، تلاتة. عندي هنا هنقول ايه؟ هنحط دايرة حوالين مكان الحرف، هنحط دايرة حوالين مكان الحرف. دي نمل، دي ايه؟ نمل. يبقى انا قلت النون فين؟ في الاول. ملح، مل، يبقى اللام فين؟ في النص. بلح، يبقى الحاء فين؟ في الاخر. يلا يا كيجي بقى هنسمع حدوتة حلوة قوي بتقول لك ايه؟ انا احب. اسمها ايه؟ انا احب. طبعا احنا بنحب حاجات كتير قوي، لكن احنا هنبص النهارده هنشوف انا احب ده اسمه ايه؟ تفاح. انا احب تفاحه، انا احب تفاحه. لما يبقى كتير يبقى اسمهم تفاح، يبقى اخرها ايه؟ ح. انا احب تفاحه، او انا لما يبقوا كتير يبقى انا بحب ايه؟ تفاح، يبقى اخرها ح. انا احب البرتقال، البرتقال، اولها ايه يا كيجي؟ ب ب، برتقال، اولها ايه؟ ب، واخرها برتقال، اخرها ايه؟ لام، اخرها ايه؟ يبقى كده الولد الاولاني يا كيجي بيحب ايه؟ التفاح. الولد اللي لابس اخضر ده بيحب التفاح.
البنت اللي لابسه بينج دي بتحب ايه؟ برتقال. البنت بتحب ايه؟ البرتقال. الولد ده بقى اللي لابس تيشيرت ابيض ده بيحب ايه؟ انا احب العنب. بيحب ايه؟ العنب. انا احب عنب. العنب اللي احنا ايه بناكله الصغنن ده، جميل صح؟ والبنوته دي بتحب حاجه تانيه بقى مختلفه. انا احب الفراوله. انا احب الفراوله. بتحب ايه؟ الفراوله طبعا بنعملها مربى، بنعملها عصير، ومفيش حد ما بيحبش. ولونها ايه؟ احمر. لونها ايه؟ احمر. يبقى انا عندي هنا ولد بيحب التفاح، ولد بيحب العنب، بنت بتحب برتقال، وبنت بتحب ايه؟ الفراوله. عندي هنا تدريبات بتقول لك ايه؟ هتلون الفاكهه اللي انت شفتها فين؟ في الحدوته اللي انا قلتها. يبقى احنا شفنا العنب، شفنا الفراوله، شفنا حاجه ثانيه؟ والموز؟ لا ما شفناش الموز، وما شفناش البطيخ، وما شفناش التين. احنا شفنا بس الحاجات دي، من الصور دي شفنا بس العنب والفراوله. طبعا احنا عارفين هنلونها ازاي. الولد ده كان بيحب ايه؟ التفاح. البنوته دي كانت بتحب ايه؟ البرتقال. البنت دي كانت بتحب ايه؟ الفراوله. الولد ده كان بيحب ايه؟ العنب. يبقى انا ايه؟ هوصل كل واحد بالفاكهه اللي كان بيحبها. هنا بقى قال لك ايه؟ ارسم الفاكهه اللي بتحبها، بطيخ، برتقال، يستفنجي، اي حاجه. هنا بقى هنقول هنطلع الحاجات المختلفة ما بين دي ودي، عشان انت اللي هتطلعها لوحدك مش انا. باي باي، هقابلكم المرة الجاية. سلام عليكم.